نبذة عن الإنسولين. استطاع الدكتور فريدريك رانت بنتينج الذي ولد عام 1891 من عزل الإنسولين في عام 1922 في جامعة تورونتو في كندا، ومنح جائزة نوبل في عام 1923 عن هذا الاكتشاف. ويفرز الإنسولين من خلايا بيتا في جزر لانجر هانز الموجودة في البنكرياس، ويمر مباشرة لمجرى الدم ليؤثر على خلايا الهدف الكبد والعضلة والخلايا والودكية وخلايا أخرى، حيث ينظم عملية بناء المواد الكربوهيدراتية من سكر ونشا. الأشخاص المصابون بالبول السكري ليس لديهم القدر الكافي من الإنسولين أو يعانون من انعدامه كليا، لذا يجب عليهم أن يتعاطوا جرعات محسوبة من الإنسولين كل يوم. بيكون حقن الإنسولين تحت الجلد ولا يمكن أخذه عن طريق الفم لأن عصارات المعدة تتلفه. وتقوم شركة فايزر لإنتاج الأدوية بإنتاج إنسولين جديد يؤخذ عن طريق الاستنشاق بواسطة الأنف عبر بخاخة أو إنهيلر بدلا من الحقن. واستخدام الإنسولين بهذا الأسلوب لا يزال موضوع دراسة للتأكد من خلوه من الآثار الجانبية على الرئتين نتيجة للاستخدام الكثير. مع السلامة.